ساكت انت، ما انت سعد اللي انا خبر. طلعوني ابراهيم والله، انا ولد ابو. اي والله زعلوني بحلام. يا سعد لو تشوفه شبعني بشايب، يا سعد الباقي يا سعد جاي يبني. سعد سعد اضربني يا سعد، والله ما راح اروح الا ما تضربني. ابشر بالسعد، بس خلنا نخلص البطاطس. وانت وانت حالاتك كذا ترى، وانت هدمتك. اي والله يلا هات لي سعد. شو جاي؟ ها؟ شو جاي وانت؟ قطع. هاتنا يلا. تعال انت وايش بطاطس؟ تعال يلا اني خلصت. يعني هات بسرعه عشان تشوف. هاتنا سعد. هات ما بخاطرك، هاتنا كذا شيء بخاطرك حاليا او يحكي حالتك حاليا. دي روح غوص ابحر يا سعد. يا الرابع انا ضايق بالله خلوني، محتاج لي سجت خطوة عصرية اللي تبونه من ايديني من عيوني، بس اتركوني ترى اخلاقي تجارية. وسلامتك. الله الله والله اني تعبان الكحتنا هنا، بس ان ما تاكله ما تشوف شر. طيب تعبك هذا وداع ولا تعب يعني؟ والله الاجواء تغيرت عليك. البرامج دي ما تقول انك مودع ولا انك راضي. حظي انا اصيب. امال يقول حطاب ليل، حطاب ليل ممكن يقول لك اتوقع له، ممكن يقول لك حول. اليوم انا معي اثنين، انت وعلي. والله فهمت؟ الله. واحد منكم بياخذ نقاط وقال كم ساير. تكفى طيب. اترك عني الهياط يا ودعت، اترك عني الهياط. لا لا اشوفك حزين يا ودعت. رب الكعبة قالوا غيرك اطلع وجاك تسلم. عادي رجال ما يمسوا هيك حلم. لا كله كذا، هذا برنامج ما برنامج بعضهم ما نعرف الموضوع. يلا عشان